السلام عليكم، تحية للجميع. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم بزاف للرياضيين أو غير الرياضيين. بعد الإشارة السلام عليكم. كما تكلمنا وباش نهضروا على هذا الموضوع، وهذا الموضوع مهم جدا بزاف خاص يستافدوا جميع الابطال وغير الابطال، انا وهو كيف يمكن ليا نقص الميزان. غالبيه الابطال انه تيبغي ينقص الميزان ديالو، لكن مع الاسف الشديد تنقصوا والبطوله تكون قريبه، فخاص يعرف بانه اذا نقصوا واحد المده قصيره راه تتعرض لبزاف المشاكل، ومشاكل منها والارهاق، الارهاق البدني هنا. وكذلك الى حاولت نطبق هذه المساله دي دائما، فتسبب لي اسباب في الجسم ديالي، داخل الجسم ديالي. لهذا دائما تنصح الابطال والبطلات انهم يحاولوا ينقصوا الميزان ديالهم قبل من المقابلات. مثلا لو بيلعب في اقل من 5 كيلو، بطبيعه الحال 5 كيلو خصني ما نطيحهاش في واحد الشهر او انني في اسبوع، هذا اكبر خطا. لابد انني نقصها على الاقل واحد 6 شهور. علاش؟ باش ما نقصتي الميزان ديالك اقبل وقلبه وبوضح الطريقه اللي هي تعتمد على الرياضه، تعتمد على كذلك الاكل اللي هو ضروري باش تنقص بعض الاشياء اللي تكون هي اللي تجعلني في الميزان. فلازم نقول 6 شهور ولا 5 شهور فاش نطلع البطوله ديالتي ما تيوقع ليش مشكل. مثلا ما تمشيش لافراب ديالي، ما تنسخفش، تنكون يعني في واحد اللياقه مزيانه، ما تيكونش طايح ليا الطانسيون. كذلك تنولي اننا عندي تنكون نشيط، ماشي العكس ديالها. انا الا نقص الميزان ديالي تنولي تنتعرض لمشاكل، مثلا تنجي الدوخه، تنسخ بزاف، رجليا فاشلين، تبغيت نضرب كاع الضربات وما تيكونش صحاح، وتن ما كنقدرش ندير استراتيجيه كلها هي ديال المقابله، لان المقابله هي الاهم ديال في وسط الميدان ديالي. لهذا خاصني نحاول نطيح الميزان وانا المده ديالتي قبل. فالاكل ضروري ضروري للجسم ديالي، انه اغلبيه يقطع بزاف او تيبقى يدير القهوه مع الصباح او تيبقى يحاول انه ما يشربش الماء بزاف، فهذا اخطاء كبيره بزاف. فالقهوه الا شربتي القهوه تتسبب لك مشاكل في الدهن ديالك، في المعده ديالك. لكن الا تنحاول نطبق ما ناكلش الكراسو، ما ناكلش مثلا الخبز بزاف، ما ناكلش الشوكولات بزاف، ما ناكلش الدهنيات بزاف، ما نتعشاش بزاف. ماشي انا كما تعشاش بزاف، ما تعشاش كنقول انا ما تعشاش الدهنيات، لان الا مشيت نتعشى مثلا، تعرفوا حنا المغرب ولا الدول العربيه كلها هي عز عليهم اللحم في الليل، فهذا اكبر خطا. فاللحم تيتكال يلا جوج مرات في الاسبوع. فإلا مشيت انا ما كليتش او كليت في وسط الليل، تنعرف الا مشيت نعست راه الدهون تتجمع ليا كلها هي في الجسم ديالي. لهذا واخا كنت نتريني بزاف راه ما تنقصش الميزان، وكذلك اذا تاكل خبز بزاف ما تنقصش الميزان. لهذا تنحاول نطبق الاكل ديالي اللي هو ما تيكونش فيه الدهنيات وفيه السكريات، يعني الشوكولات بزاف. تنحاول نطبق اغلبيه الخضار تكون مسلوقه، كذلك الدجاج تنحاول نحيد ليه الجلده ديالته، مثلا نحاول نشويه مثلا، كذلك الحوت، اللحم كذلك ما نحاولوش نديرو مع يعني تنقولوا حنا الطاجين ولا تنقولوا مثلا يعني بصفه مغربيه الدواج، فهذا اكبر خطا. تنحاول نطبق الفواكه كذلك مهمه جدا مع الصباح، كذلك تنحاول انني نطبق واحد البرنامج ديال الاسبوع. واخا ديري الحوايج الصغيره شويه في الاكل راه ماشي مشكل، المشكل هو خاص الجسم انه يدير التغذيه ديال الاكل اللي كاينه موجوده، لكن ما تنحاولش ندير فيها نوضع فيها بزاف ديال الدهون، لان الدهون هي اللي تجعلني انني نولي عندي الكرش ولا يكون عندي الجناب او انه تنزاد. لهذا تنحاول ما نطبقش واحد الطريقه اخرى تيقول لك شي واحد سير تسوي تسهر بزاف باش تنقص، راه هذاك اكبر اخطاء. فهمتي؟ تنحاول انني ما نشهرش بزاف، بالعكس ما نشهرش بزاف، نتريني مزيان وناكل بواحد الطريقه اللي هي صحيه، ولكن تنحاول نقص فيها الاشياء.
تنحاولوا تنديروا الروز، تنحاولوا نديروا الخضار مسلوقه، تنحاول انني ما ناكلش الخبز بزاف، وكذلك جميع الخضر اللي كاينه راه مهمه، كذلك الدجاج، كذلك الحوت راه مهم. ما نحاولوش اننا ندير ديك الدهنيات بزاف ونقول لا غادي ناكل غير مره في شحال، مره في اسبوع ناكل مثلا خضر. لا، خضر دائما كولا راه مزيانه، ذاك ده مهمه للجسم ديالنا. كذلك الماء، الماء ضروري تشربه، لانه الا مشيتي تشربتيش راه الكلوي غادي يمشيو لك. لهذا تنقول للشباب انه راه واخا تريني راه ضروري الماء. تنحاول ندير البروغرام ديالي، تنعاود نكرر بان لا درتي غير الخضار، لا درتي غير اشياء بسيطه جدا، لكن ما تدخلش عليها الدهنيات، ما تدخلش عليها مثلا الحوايج تاكلهم، مثلا ديال الشوكولات، مثلا ديال البسكوت اللي فيه الشوكولات، شي حوايج اللي بعيده على الشوكولات حيدها. لهذا هما اللي تيجعلوا انه الجسم يقرا. وكذلك التدريبات ديالي تتكون دائما مستمره، دائما الريتم ديالها يكون كثير. ديما تنحاول من طبيعة الحال ندخل لاصا نخدم لاكوردا، ندير فيها 12 رون ديال 2 دقائق. لاسون فيزيك تكون دائما مزيانه. الا كنت غليظ بزاف نحاول نلبس واحد الميكا، ماشي ميكا بزاف، هي تكون واحد الحاجه باش تشرب لي داك الماء، هذاك ضروريه. ونشرب الماء، باش ما شربت الماء راه ضروري في وسط التدريبات، لانه علاش الا بغيتي دير تنقص الميزان بحال الكرش مثلا، تتكون تخدم الكرش واحد شويه ونشرب الماء. فكذلك عطيت واحد البروغرام بالنسبه للكرش وكيتبع الميزان، لان الكرش الجسم علاش يعمر كامل وتيه في الميزان؟ راه الكرش كلها هي كذلك الرجلين هما اللي تيكونوا عامرين. لهذا مثلا نخدم لي زابدوميلان مثلا الكرش مثلا كل ليله ولا كل صباح، نخدم واحد السيريات وفيش نسترح نشربوا قبل الماكله، مثلا مع الصباح قبل الماكله نشرب الماء بربع ساعه قبل الماكله، باش هنا نطيح هذوك الدهنيات ديال الكرش. لهذا تنحاول نقول اننا دائما نخدموا الكرش مزيانه، فهي اللي تتجمع الدهنيات ديال الميزان ديالنا. بعد ما تنخدم الكرش كذلك تنحاول انني نمشي نجري. فالجره تتقسم على حالتين، كاين الجره اللي انني تزيد ليا الميزان، وكاين الجره اللي تنقص ليا الميزان. هنا باش نفهموا، فالجره اللي تزيد ديال الميزان هو المسافات الطويله، تمشي نضرب واحد كيلومترات هنا تزاد ديال الميزان ماشي تنقص، باش تكون نصيحه للشباب او غير الرياضيين اللي بغيو ينقص الميزان. فك الا درت جرى اللي هو مسافه طويله يلاه تزاد ديال الميزان. العكس ديالها، الا كنت ندير جرى اللي هو في سرعه، مثلا تندير واحد المسافه ديال مثلا برا برا، مثلا تنقولوا حنا البوطو ديال الضو، ومشيت فيه بالدقائق مثلا كل 2 دقائق تنمشي ونجري نجري 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 ونت راح دقيقه، تما تنقص الميزان، تما طريقه نقص الميزان. ونفس الوقت تدير السوفل ديالك، لانه علاش؟ فالجسم الا مشات يتحرك بزاف واحد اللياقه ديالتو الحركات كثيره، راه الوزن تيطيح. العكس الا كنت تمشي مثلا تمشي بشويه راه الميزان تيتقل. نفس المشكل في الحركات وسط النادي، الا كندير الحركات بشويه راه ماشي تنحس براسي راه غادي تنقص، راه تتزاد. والعكس ديالها، باش ما تطبقت ليديا بيديا وبرجليا والحركات كلهم اسرع واكثر، راه الميزان تيطيح. راه الميزان لانه داك الدهنيات اللي تخرج من العرق ديال الانسان راه هو باش يتنقص. لهذا تنحاول نطبق اشنو هو ما بين الجرى ديال المسافه الطويله والجرى اللي هي المعدل السرعه اللي تتكون اذا نحاولها في وسط يعني في الحديقه او في واحد الطريق اللي تيمكن ليا نديرها. فاش تنجري وتندير الحركات في وسط النادي ديالي، لكن كذلك هناك طريقه اخرى وهي اللي تمشي النادي ديال الميسكيلاسيون يحمل الاجسام. يعني هنا فاش تمشي نخدم الميسكيلاسيون راه ماشي تنخدم باش نتقل باش ننقص، لان اغلبيه تيقول لك انا غنمشي لاصال ديال الميسكيلاسيون باش نحيد الميزان، فهذا اكبر خطا. لكن هناك طريقه اخرى نفس في وسط النادي اللي يمكن ليا انا ما يمكنليش نشوف تنخدم الابطال اللي تيخدموا الميسكيلاسيون، يعني تبارك الله عندهم الله يحفظهم عندهم لياقه زوينه، غادي نكون انا ما عرفت راسي واش غادي نكون لياقه مزيانه ولا غادي نقص الميزان. لا، كاينين هنا حركات تخص تعطيك المدرب، لانه هو عنده خبره في ميسكيلاسيون، تتقول لي انا بغيت نقص الميزان. فاش بغيت نقص الميزان هناك طرق اللي تتكون خفيفه ولكن تتكون سريعه باش تصيب الجسم ديالي مزيان، وكذلك تنقص ليا الميزان في وسط قاعه ميسكيلاسيون. نحاول نحضر بانه ماشي مشيتو بتحيدوا الميزان ولا تمشيو تقلو يعني في الجسم
ديال يعني الكيلووات باش انا نقص الميزان. فهذا خطأ، بالعكس الا ثقلتي الكيلووات ديال ميسكيلاسيو راه تتزاد، لان اللحم ديال جسم الانسان تيتحل، فاش يتحل فاش تاكل وتاكل البروتينات تتعاود يتنفخ. الا مشيتي المزيده كاين 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 6 كيلو راه الميزان تيتنفخ وتتقل بالماء اللي تتشرب. لهذا العكس بغيت ندير، وهو تنخدم سريعة تكون سريعه باش نخدم العضلات ديالي، ونفس الوقت راه تنخدم السرعه ديالتي باش الليدية ما يكونوش مجموعين، ما يكونوش مسدودين بداك اللحم اللي غنخدم انا بشويه. لهذا الشباب او غير الشباب، فإلا بغيت نقص الميزان راه تنحاول ندير تطبيقات وطرق في وسط النادي ديال ميسكيلاسيون، حركات ثم بالكيلوات اللي تيكونوا خفاف تاخذهم بالحركات ديالي، تنخطرهم بجميع الحركات اللي هما مهمه في وسط النادي. كما قلنا درنا البروغرام ديال الماكله، الحركات ديالنا كذلك الا بغينا نمشيو وسط النادي ديال ميسكيلاسيون، فاش تنجمعوا هادو كلهما راه تيعطيني واحد الطريقه اللي انا ضروريه في الجسم ديالي. تنعاود نكرر بان الحركات ديال الجسم، الحركات ديال النادي اللي تنطبق فيهم لابد خصني نطبق فيهم بكثره وبسرعه. فاش الا بغيت ندير حركه، اي حركه بغيت نستعملها لابد ما نستعملها بالحركه تكون سريعه، هذيك السرعه هي اللي تجعل الجسم ديالي تيطيح الميزان ديالو. لهذا ميمكنلاش ندخل مثلا نمشي الصاك نضرب الصاك ونمشي بشويه، ميمكنلاش نكون انا بنطيح الميزان وبغيت نضرب الصاك بشويه، لا تنحاول نخدم الجسم ديالي بواحد الطريقه سريعه، بواحد الطريقه اللي بيدي برجلين او اليدين، لكن تنخدمها بواحد السرعه بواحد كثره الضربات. هنا تنكون انا تنحس براسي عييت، تنحس براسي بانه العرق تينزل، فهنا تنقص الميزان. كذلك الحركات لابد يكونوا مطابقين وحده تابعه الاخرى باش اننا الجسم ديالي تترهق، في نفس الوقت هذاك الارهاق ديال العيا هو اللي تيجعلني نطيح الميزان. اما اللي تندير الحركه وتنعاود نوقف تندير الحركه ونعاود نهضر، الحركه راه ما تديرها. كذلك الا مشيت ديال ميسكيلاسيون، مثلا كاين ميسكيلاسيون بغيت نعمر، الا بغيت نعمر مثلا الصحه ديالتي مزيان، ما يمكنليش تكون ديال الحركه وتنقرر واحد ربع ساعه تنهضر مع الصديق ديالي، فهذا خطا، لانه الجسم ديالي تيبغي يستعمل القوه ديالته بهذوك الحركات وداك الثقل، يعني ما تكونش واحد يعني واحد استراحه بزاف، لانه الجسم خاصو داك المسكل اللحم ديال الانسان لابد خاص يعطي واحد على التدريبات باش هو يتنفخ. فكذلك العكس ديالها ديال الا بغيت ندير الميزان بغيت نطيحو، لابد خاص ندير حركات اكثر سرعه 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 في الحركات باش انا نطيح الميزان. لهذا انا وصفت كيفاش. كذلك من بعد الصاك فاش ندير الصاك لابد نمشي ندير لي باغول، فاش نضرب لي باغول مع المدرب ديالي او الصديق ديالي، فما تنخدمش غير بشويه، تنخدم كثار، تنضرب برجليه كثار، تنضرب تنسق ما بين ورجلين بزاف باش انا بغيت نطيح الميزان. لهذا ماشي تنضرب لي باغول بشويه باش انني راه صافي راه ماشي مشكل راه بقات لي واحد 4 شهور بقات لي، لا بالعكس تخدم البروغرام ديالك ديال السرعه ديال الحركات بزاف ديال الجيم ميسكيلاسيو بزاف ديال الاكل بزاف. لهذا تنخدم واحد اسبوع كله هو بقيت باش تجي عندي 4 شهور ولا 5 شهور باش نمشي للبطوله تلقى عندي الميزان وانا في واحد اللياقه بدنيه مزيانه. دابا هضرنا على جميع النقط المهمه وهي الاكل ثم التدريبات ثم انني ما تنمشيش نطبق شي اشياء اخرى اللي غير المعلم ديالها اللي ترجع ليا مشاكل ديالها في الجسم ديالو وفي الصحه ديالو وفي المستقبل ديالي ديال الرياضه او غير ديال الرياضه. لهذا تنحاول دائما نمشي نشوف البروغرامات اللي كاينين في يوتيوب، البروغرامات اللي كاينين في عبر الانترنت، مواقع اجتماعيه، انا ما نطبقش شي حوايج غير هكاك، لانه الرياضه راه هي علم، تنعاود نكرر راه هي علم، سواء كان رياضي او غير رياضي لابد خصني نعرف اشنو تندير. اوكي، لهذا تنحاول نسال الناس من خاب فمن يستشار. لهذا حتى نحاول نطبق الامور ديالي، الا بغيت نزاد راه كاينه طرق ديالها، الا بغيت نقص كاينه طرق، لكن خصها تكون صحيحه لان الجسم ديالك راه تعتمد عليه في المقابله. الا درت الاخطاء كليه راه تنتعرض لمشاكل صحيه اللي ما تبانلكش دابا لكن تتبان لك من بعد ديال الحياه ديالك الشخصيه. دابا تكلمنا وهضرنا وعطيت بعض النصائح وانتم غادي تكملوا من عقلكم، لكن حاولوا ما تطبقوش الاشياء اللي هي غير علميه، فهمنا؟ كذلك مشيت واحد النصيحه
للشباب او غير الشباب اللي جيتي تتريني، واش انكم تستعملوا المواد ديال المواد الكيميائيه بانك باش تنقص؟ هذا اكبر خطا، وياكم حذاري، او انا باش تزاد بزاف راه داكشي العواقب تتكون من بعد. فاش الا بغيت نتزاد راه تنتزاد بناء ناتورال عادي، راه تتولي الصحه دائما ديال واحد توصل 40 سنه 45 سنه تتبقى انت دائما في المستوى. راه نعاود نوصيكم، لان باش ما كانت تدريبات مزيانه اللياقه البدنيه ديالكم الشخصيه ناتورال عاديه، راه تتولي الجسم ديالك دائما مزيان. تحيه لكم وتنشكركم، وتتمنى دائما لايك حتى نزيد الشباب وشابات وغير رياضيين معلومات ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة بطل شامبيونات.